بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أصحاب الجلالة والفخامة، ملوك ورؤساء الدول العربية والإفريقية، أصحاب المعالي، رؤساء وممثلين منظمات الإقليمية والدولية، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمحوا لي أولاً أن أقدم البحرين، كيف لا، وهي ذاك العروس الشامخ، لؤلؤة الخليج وحلقة الوصل، شعب المحبة والسلام والإخاء، تاريخ عريق، ديلمون، أوال، تايلوس وأورادوس، تعددت أسماؤها وتاريخها واحد. الحضور الكريم، يأتي في صلب ثوابت البحرين وأولوياتها تعزيز التضامن والتكامل العربي الإفريقي والنهوض بالدور الاستراتيجي لترسيخ الأمن والاستقرار في مواجهة التحديات الخطيرة. وكما تعلمون، فإننا نشدد على ضرورة توسيع آفاق التعاون العربي الإفريقي لصد الأطماع الخارجية في المقام الأول. تحرص مملكة البحرين على تطوير علاقات التعاون مع دول القارة الإفريقية في مختلف المجالات من خلال تعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية لما تشكله الدول الإفريقية من أهمية اقتصادية بالغة. الحضور الكريم، إن المتمعن في تاريخ الثقافة البحرينية لا يمكن أن يغفل ذلك الدور الريادي الذي يلعبه الشباب في مملكتنا، وعليه فإن مملكة البحرين تولي اهتماماً كبيراً للشباب البحريني الذي أبرز نفسه في شتى الميادين، وعلى وجه الخصوص فقد تم تسمية هذا العام بعام الذهب لما حققه شبابنا من إنجازات مشرفة. كما لا يفوتني أن أشكر سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لدعمه الدائم للشباب البحريني وقضاياه. وفي الختام نشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لكرم الضيافة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً.